السلام عليكم خوتي المغاربه في كل مكان، يعني صحيح مزيان، نتمنى تكونوا لاحسن حال والاحوال. كما عودناكم ديما ان شاء الله جديد، ديما وصفه ديال شيء مفيده. واليوم الوصفه ديال اليوم ان شاء الله نزول عند رغبه بعض الاخوه اللي طلبوا منا نديروا لهم سميتو اليوم. الوصفه ديال الفيديو ديال اليوم غيكون على واحد الخلطه طبيعيه كنديروها الإناث ديال الكناري ولا الحسون اللي كيكونوا عندهم يلا الوليدات، خلطة طبيعية ومفيدة 100% للفريخات، كنعطيوها لهم بحال الباتي. خليكم مع المقادير اللي غنحتاجو، المهم كنحتاجو بيضة مسلوقة ومرصو أو ربع تفاحة واللوز مطحون. خليكم مع الطريقة. كناخدو البيض كنقشرو من بعد ما كنقشرو، أنا الوصفة ديجا صايبتها وأنا غنعاود نبينها ليكم هنا للإخوان، غتسمحو ليا المعلمة كيما كنشوفو كنستعملو في حكاية ديال الطريقة هادي، بحال هاد الطريقة هادي. بعد ما كنحكوها بهذه الطريقه كنضيفوا لها جوج معالق صغار ديال اللوز ونحكو عليها اربع تفاحه والعسل الاحمر، الى بغينا نزيدو شويه نزيدو ماشي مشكل. المهم انا الخلطه ديجا صايبتها كتجي على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا، ها هو اللوز كما كنعرفوا راه مهم للبويرات، البيض حتى هو غني بفيتامينات وبروتينات، والتفاح راه حتى هو راكم عارفين الفوائد ديالو. المهم هذه هي الوصفة، تنصحكم كامل ان شاء الله ديروا ولا بغيتوا البويرات مزيانين طلعوا الفريخات بصحة جيدة. هذه الوصفة راه مفيدة جدا. وبالنسبة للإخوة اللي كيتسائلوا على الخص واش يمكن نعطيو الفريخات الصغار يلا نزيدو ليه خوتي، الخص احسن نصيحه ما تعطيهم في كل اسبوع تيكونوا الامعاء ديالهم والجهاز الهضمي ديالهم باقي ما بداش قادر يتصاوب بالاسهال ولا شي حاجه. بالتالي هذا كنصحكم بهذه الوصفه هذه راه جيده، ولكن عندي شويه الباطي داير زيدوا عليه تخلطوا راه مزيان ما كيكون مشكل. ايوا خوتي نتمنى نكون فدناكم بشويه، وما تخلوش علينا بالتعليقات ديالكم والجيم والاشتراك وتبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في علامه ان شاء الله باش يكون ديما جديد، وكنوعدكم ديما جديد ان شاء الله. ومره ثانيه ان شاء الله غن فيديو جاي ان شاء الله غنوريكم الطريقه كيفاش تصايب فاتي منزلي. فاتي هو طبيعي ياتي هو وغادي مزيان ان شاء الله. المره الجايه نوري لخوتي تحياتي ان شاء الله وليكم مصورات ان شاء الله، ونتمنى لكم موسم انتاج وفير ان شاء الله، والصحه لكم وطويراتكم. تحياتي.